تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الفترات، تحياتي لكم. نكتب أول تعليق اللي هو أنا مشير له في عنوان اللايف اللي هو تابعونا على حساب تيك توك. طيب يا ريت اي زول يضغط معانا لايك شير، اضغط معانا لايك شير من البدايه يا شباب، وكذلك ايضا تعليق لايك على التعليق المثبت ده، يا ريت لايك عليه. انا لغايه الان ما شايف حاجه، الصوت ده واضح يا اخواننا؟ لغايه الان انا ما شايف حاجه، ما اعرف الصوت وصوله ليكم قدر شنو. طيب لتشوف كالعاده. طيب الصوت واصل قدر شنو يا جماعه؟ اي زول الصوت واصله يا ريت يضغط لايك يعمل شير، كويس؟ اي زول واصل له الصوت واضح يضغط لايك يعمل شير، ويضغط لايك على التعليق المثبت يا ريت يعني. طيب فضلا وليس يعني امرا، لغايه ما الناس تيجي شويه، لانه النقطه دي مهمه جدا ويجب انه الناس يتكلم عنها. طيب الصوت مسموع عندكم يا جماعة؟ تقول الصوت واصل. شكرا، شكرا لكم كثير يا كتر خيركم. شكرا يا منير يا اخ معانا هناك وهنا، وسعد البشر مرحبا بكم الله يخليك. ديل اصدقاء التيك توك واصدقاء الفيسبوك يعني ما شاء الله عليهم، والان انا التقيتهم يعني هنا كويس في تيك توك، و هم معي اصلا في الفيسبوك، فكل زول داير ينضم معانا واصدقائنا يكون ان شاء الله متابع، يضغط على الرابط المثبت ده لايك، ويضغط على الرابط بيجي الحساب يعمل عليه متابعه وبعد ذاك براحته. طيب يا اخواننا يا اخي، احنا من صباح الرحمن الناس دي صحت على كلام كثير جدا، صحت على انه في تحركات عسكريه، وكان في ارهاصات من يوم امبارح، وقبلها كان في تلاميح من بعض الناس او ملامح من بعض الناس اشاروا لحاجات زي دي، لكن ما بالطريقه دي او ما بالشكل ده. خلاص الناس دي يعني نحن نعمل تاني للمكافحه، نعمل مكافحه للشائعات دي ولا كيف؟ يعني حاجه صعبه جدا في الوقت الكل يزول، صحوه ولا كلموه خلعوه، قال له يا اخي الان حتى الصور اللي في الجروبات اللافه وفي الصفحات دي اللافه دي، الصوره دي من احداث دخول خليل، خلاص من يوم اجلوا مباراه المريخ والاضابه الزيمبابوي اتذكر لغايه الليله، خلاص اللقطه بتاعت الدبابه اللي في المطار خليتوا الناس يتصلوا من سائر البقاع ويتواصلوا، الواحد خايف على اولاده وعلى اسرته وعلى اهله. يا اخي بتلغى الاشاعات ده من يا اخي؟ يا اخي بتستفيد منها شنو يا اخي؟ يعني انت داير الحرب دي تدور؟ كويس؟ يعني انت يعني داير لازم الناس دي تموت يعني مثلا؟ ما كفى مئات الالاف اللي ماتوا في السودان، مش كده؟ دايرين اكثر مش كده؟ ما كفوا اللي ماتوا في مئات الالاف في السودان ده، غير ال 2 مليون في الجنوب، ده كله خلاص يعني يعتبر في سجل النسيان مش كده؟ نزيد زياده، نعتبر انه احنا ما قتلنا زمان. فهمت؟ نحن مصر السودانيين يعني دائما جيشنا سلط على انه يقتل من 54 55 بس، يقتل بس في شعبه. فهمت؟ لا بحرر لك حلايب، لا بجيب لك شلاتين، ولا بسوي ولا بفعل ولا بترك. خلاص؟ في النهايه جو استعانوا له بقوات، قالوا له دي ميليشيا، بعد شويه عملوا لها قانون، بعد شويه عملوا لها نظام، بعد شويه بقت ساند البشير، بعد شويه انقلبت على البشير. كويس؟ و بتطلع الشائعات طوالي بانه خروج دبابات وخروج مدرعات، ولو عملنا اقل درجه اقل درجه من درجات العقل بتعرف الشائعه من الكلام الصحيح. كويس؟ بتعرف الشائعه تماما من الكلام الكاذب. اول ما تشوف الكلام ده كويس، اعرف تماما ثم تماما ثم تماما. خلاص؟ الكلام ده وراه الف حاجه. الايام دي بالاخص منه، خلاص بالاخص الان الكيزان هم الجايبين كوادرهم تحديدا العجزة عن اثبات نفسها في الساحه، واللي ما لقت مقعد حتى في الاطاري، لانه باعتبار انه الحزب محلول،
ده قانون الدولة ما حليته أنا فيهم ده. فبقانون الحزب ده أو بالقانون بتاع حظر حزب المطور الوطني ده أو عزل حزب المطور الوطني ده كويس، يبقى معناه المطور الوطني ما داخل في القصة دي. وجبيل هو كان قاعد في السلطة بقى ماف، يبقى الآن هو ما عنده حل غير إنه سلاح الشائعات، ما في حل غير إنه. طيب إذا الصورة كده أنت براحة كده خش الصفحة بتاعت حميتي، هاي عنده الصفحة وعارفها كويس، زي الناي اسمه شنو و السيادي وكده الصفحة بتاعته تلقاه، أمشي بتلقاه كاتب عن شنو، كاتب عن قال تستحق المرأة أن نحتفي بها كل يوم، خاصة النساء السودانيات اللائي قدمنا تضحيات بارزة وإسهامات كبيرة في كل المجالات عطفا على أدوارهن الجليلة في الأسرة والمجتمع، كل عام وأنتن صامدات شامخات والسودان مستقر ومتقدم ومزدهر. ده في عز الوقت اللي بيروجوا لك فيه على إنه الآن الدبابات اتحركت، في عز الوقت اللي بيروجوا لك فيه على إنه المطار، يا أخي ما هي بالمنطق كده، إذا الليلة في دبابة برقت المطار بالمستوى ده، ده بيعني إنه ما في طيارة بتقوم ولا في طيارة بتهبط. خلاص اول حاجه حركه الملاحه الجويه بتقيف، دي ما دايره، لا دي ما بيتناقشوا فيها نفرين ولا بيتناطحوا فيها تيسين، نحن كشعب سوداني يا جماعه غايته بس بقينا نصدق كل حاجه. خلاص احنا ليه ما نحمل عقلنا شباب؟ الصوت ده لو واضح لكم يا ريت مزيد من اللايكات يا شباب. انا الصوت عندي هنا مره واضح مره ما واضح كويس، اذا الصوت ده واضح لكم يا جماعه كويس لايك، ايزو لايك على اللايف يا ريت، زايد مشاركات بسرعة شباب قبل ما انه اتضرب اللايف كويس. طيب بسرعة شباب، الهجوم على الحسابات ده او الصفحات ده بيجي مشكلة كبيرة جدا كويس، فلايك شباب ايزو لايك كويس. طيب بالنسبة لل ال 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 يعني ما عارف اقول لك شنو. خلاص الواضح انه الفيسبوك فعلا بيضغط على الحسابات، فهمت؟ من الواضح انه بيضغط، لانه هنا انا مره تظهر لي حاجه ومره ما تظهر لي حاجه. المهم في اوج الكلام ده بيطلع حميتي بيتكلم لك عن مكانه المراه وعن يوم المراه والاحتفال بالمراه، يبقى الحربي وينه؟ يبقى انا ما احكم عقلي اللي بيقول لي دقيقة بعد شوية اصبروا بتشوفوا وما عارف ليه وشنو؟ انتوا ليه دارين الناس تفتتن؟ انتوا ليه دارين الناس تقتتل؟ والفتنة اشد من القتل، صح ولا لا؟ الفتنة اشد من القتل كويس؟ انت لما تقوم تفتن تقول ايوه خلوها تكتم، انت لو كتمت بتثبت لها؟ انت لو كتمت كان بيجيت حركات ولا كان بيجيت هناي جيش ولا كان بيجيت دعم ولا كان بيجيت مواطن؟ في زول بيتحملها الحرب دي؟ في النهاية بيكون وقودها الناس والبيوت وكده ولا حاجة تانية؟ هيكون شنو يعني؟ مصير الحرب هيكون شنو؟ نتيجته هتكون شنو؟ البندقية قدمت للسودان شنو؟ دساتير السودان ما نصت على قوانين واضحة في التسليح في انت الغير شرعي. خلاص امسك الليلة كل قوانيننا، خلاص ارجع لها بتلقى ما بجرموا حتى في الاعراس انه زول يضرب طلقة نارية، كم زول مات بسبب الكلام ده؟ نحن بنموت بالبندقية من المستعمر مرق، المفترض احنا نستعدل المستعمر مرق بياي، نحن الله تعالى ابدو فساد بياي وابدو لخبطة بياي وابدو احفروا بياي وابدو دمروا اي نخبة سياسية تدمر الثانية تستعين بالثانية، اي نخبة اي نخبة كان جابوها من اي اتجاه جاي تدور تاريخ السودان، جاي تدمر السودان، والتاريخ اللي قدامنا قاعد يتحرف، التاريخ اللي قدامنا قاعد يتحرف، ما بالك بالتاريخ اللي انت ما حضرته. إذا كان هو قدامك يا هو بيتحرف، خلاص إذا كان هو يا هو قدامك خلاص بيقول لك لا شراكة ولا شرعية، وبيجي خالد سليك بيقول لك الكلام ده وبيجي في النهاية بيدخل مع الحكومة وبيوافق على الجلوس. طيب أنت زمان كنت بتقاتل عنه جدا وكنت بتقول إنه ده هو وده هو، الآن رأيك شنو؟ الآن هو باعك ومشى للعساكر، زمان أي زول يمشي للعساكر هو بايع، هسه الآن الأحزاب كلها باعت. طيب إذا الآن كلكم بقيتوا في مصر واحد، عشان كده أنا بظل أقول لك إنه قصة إنه يعني أحزاب
جزء يكون يساري يدعم حميدتي في انه إن احنا معاك، وجزء من اليمين والوسط، ويجي تاني جزء متطرف من ده ومن ده يحرض حميدتي على انه يفتعل حرب، او يحرض البران على انه يفتعل شجار. الكلام ده المصلحه بتاعته والغايه بتاعته بتكون شنو؟ انت كده شوف اكتر الناس حرصا على اطلاق الاشاعات دي. لاحظ بتمرق ذاتها من ياتو صفحات تنتبه لها، تلقى صفحات يعني محتوياتها كلها يعني مثلا حاجات ما كريمه في امتى، بتلقى ناشر الخبر ده، بتلقى صفحه ثانيه ناشر الخبر ده، انت بتتخلع بكثره التعليقات. وده اسمه العقل الجمعي يا سياسه القطيعه السيئين لنا بها، اللي هو انك انت بتيجي تشوف التعليقات، اذا التعليقات لقيت كثيرة ضد الزول ده معناها الزول ده كلام غلط، كان انت سمعت له ولا ما سمعت له؟ كويس؟ العقل الجمعي ده عند الكل كويس الا اللي بيعقل نفسه خلاص، اما الوعي الجمعي فهو مفرد، مفرد هو كويس. فيا اخي انت صحيح جابوا لك قال لك يا اخي دي دبابه الان في المطار، كل جروب واتساب كل زول يرسل لي الصوره دي، كل زول يا الله يسالوك يقول لك يا اخي حاصل شنو؟ طيب يا اخي سؤال كويس، انت ما عندك قريبه في المطار؟ كويس؟ ما عندك قريبه في المطار؟ ما عندك زول بتعرف في المطار؟ ما عندك زول بتعرفه ساكن جنب شارع المطار؟ نهائي ما في؟ خلاص فتش شوف لك زول لما تعرفه امشي المطار انت بنفسك، عشان ما تساعد في نشر الشائعه. ساي الشائعه دي بيفكوها ناس معينين قاعدين في غرف محدده، فهمت؟ بيتفقوا بينشئوا غرف الكترونيه محدده، الغرف الالكترونيه دي بيكون الهدف بتاعها انها تخدم الغرض بتاع الخط بتاعها، كويس؟ طيب يبقى الان طالما انه الحكايه انه ما نجحت خلاص نحن ككيزان ندورها، السودان ينتهي، السودان يخرب، فهمت؟ السودان يضيع، ما عندهم مشكله في كده. ما لا عشان كده يعني انت دائما وابدا بس يعني تستعيذ بالله يعني من انه والله السودان ما اعرف مصيره شنو، او لكن انا ما زلت مطمئن الناس وبقول لكم يعني اطمئنوا. الشائعات اللي بيفكوها لكم اخواننا، اي زول مغترب اي زول برا السودان ما تخاف، ما تنجر، ما طوالي جاري تضرب ذاته وتخلع العيال ذاته كويس، وتخلع الاسره ذاته خلاص. اللي بيفتكروا انه يعني هم لو جوا البيت بيفتكروا انه الكلام ده حاصل، يبقوا هم انت برا تكون كذبت الخبر وهم جوا يصدقوه، فهمت؟ كويس والله العظيم. فيلا لما تلقى خبر حاول ارجع كده شوف المصادر اللي جابته خلاص، المصادر اللي جابته جابته وين؟ هل جاء في قناة الحدث؟ هل جاء في العربية؟ هل جاء في الجزيرة؟ هل جاء في وين؟ في ديل ما جاء، جاء في وكالة سونا رسمية كده؟ لا ما جاء، جاء في صحيفة رسمية مثلا ومؤكد؟ لا ما جاء. طيب جاء سمعته في الراديو في الأخبار؟ لا، فهمت؟ طيب في الفيسبوك في زول صور لك لايف مباشر قال لك الآن يا هذه الدبابات داخل المطارات؟ لا ما في، مع انه في كتيبه اصلا موجوده معروفه تاريخيا يعني، اي زول والجيش عارف كويس حول المطار او في المطار كويس، تقريبا اربع دبابات كويس. فيبقى لما انه يجي زول يقول لك هل انت صورت لايفات؟ لا صورت لايف مباشر كده وريني له خلاص، وريني انه ده التحرك، عشان ما تجيب صوره من 2008. شباب لايك شير، لايك شير يا جماعه لو صوتي واضح يا ريت توضحوا لي مدى الوضوح بتاعه خلاص. الشائعات دي يا اخي من 200 دقيقه في السودان يا اخي، من الثوره دي مما بدت الشائعات اطلعت بعد فض الاعتصام خلاص ليوم الليله، تعرف الشائعات ما وافقت كويس، حتى بقى مرض للمجتمع يعني، بقى مرض والله خطير جدا للمجتمع كويس. السامعين انا شباب لايك شير كويس، السامعين انا لايك شير لللايف يا ريت، زايد ملصقات ملصقات كويس. اي زول معانا ممكن يضغط لايك على الرابط بتاع اللي هو تحت المثبت ده، انا كاتب تابعونا على حساب تيك توك، يا ريت اضغطوا لنا على الحساب ده، يا ريت اضغطوا لنا عليه كويس الان كويس. اي زول لايك الما خش معاه
في التيك توك في حسابه، بس يكتب المعلق الرياضي احمد ضي بيظهر له، اعمل هنا كويس. فيلا اعمل متابعه. طيب زي ما قلنا انه اذا في حاجه زي دي حصلت بيكون الـ 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 القوات الجويه في استعداد، بيكون الانتشار الامني كثيف خلاص وبالاليات الثقيله. حتى موضوع القياده كمان ده يعني ده كمان براو، كان حصل 1% اترفع ل 500%. انباء تلقى صفحات، تلقى يجيبوها لك في جروبات، يعني انا بلقى في جروبات كثيره جدا، فبلقى في جروب يقولوا لك يا اخو الله مثلا واحد ناشر خبر بيكون اللي هو كوبي بيست يعني، فهمت؟ بيكون جايبه وجايب معاه الصوره خلاص، انه الان اليات ثقيله جدا حول القياده العامه، وانه طيب الزول قطعت قلبه بالكلام ده، انت كده مرتاح عشان مصلحتك انت او مصلحه كيانك خلاص. انت الان بتدمر في السودان كامل، انت بتقول له ما ده مش الخرطوم، كان عنده عمليه انت خوفته، وكان هو مستامن انت افزعته، وكان هو مريض انت قتلته خلاص بالطريقه دي بالاسلوب ده. فالزول فجاه بيلقى فجأة كم هائل من الرسائل ويلقى الفيسبوك فاير فورة شديدة خلاص. معلوم يا جماعة والله يا زول قال لك خلاص يا زول الدبابات مرقت يا زول، يدق لك زول يعني قاعد في استراليا ويغالطك، يدق لك زول قاعد في وين ويغالطك كويس. الوضع يا جماعة في السودان ما بيتحمل، الوضع في السودان ما بيستحمل خلاص. أنا أبشركم وأطمئنكم إنه المساعي الآن شغالة للاشتباك بين الجيش والدعم السريع ما حتم خلاص. الناس اللي عندهم اغراض بينشروا الشائعات وبتلقفوها بعض الناس الما متاكدين، يا ريت لايك ومشاركه لللايف يا شباب للي بيهموا الامر ولا شايف الكلام ده مهم، يا ريت اعمل معانا مشاركه. هسه الفيديو على يدك اليسار، لايك هسه الفيديو على يدك اليمين، زايد ملصقات كويس. الناس يا ريت تشتغل معانا لايك على التعليق المثبت تحت ده يا شباب اللي هو الحساب في التيك توك كويس. هلا نحن الشائعات بتخرب الامزجه بتاعت الناس، بتجود حياه الناس، بس شائع خبر بيطلع في امتى بيكون في ناس عندهم اغراض من الهدف ده، لكن ما بتم يا جماعه الغرض ده ما بتم خلاص. كونه انه السودان تشعل فيه حرب ما بتم ان شاء الله باذن الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. كان ياسر عرمان ولا كان اردول ولا كان جبريل ولا كان فلان ايا كان، انت اصلا الحرب ما فيها رابح، وحرب البلاد والاوطان عمرها ما كان فيها رابح. بتحارب جوا بلدك حتموت جوا كده كويس. فانا بقول لكم يا جماعه استبشروا خيرا، اطمئنوا، والبشائر قادمه اللي قاعدين في السعوديه وفي الامارات وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي السعوديه، والقاعدين في لبنان والقاعدين في الاردن والقاعدين في فلسطين والقاعدين في كل الدول، في تونس والمغرب والجزائر وليبيا وفي مصر، قلبكم اتقطع لما سمعتوا بالخبر ولما شفتوا الصور، واي زول منكم خلاص صدق وامن تماما انه الحرب اشتبكت، وانه كلام بيقعدوا ناس بياسسوه بيشوفوا اليه بتاع التنفيذ اللي هي حواضن الكترونيه، هدفهم بيكون انه يمشوا الخضه، مشوا الخضه في كوشاي علي مثلا، قول وزير الداخليه المصري ده اغالوه فهمت، يتفك الخبر يمشي شو تلقى ما صح فهمت. بعد شوي في كل خبر كده بيجي يقول لك يا اخي الفريق فلان حصل كده، بعد شوي تقعد تسمع ثاني شائعه جديده. في ناس دارين يشعلوا نار الحرب باي طريقه، دارين يشعلوا نار الحرب ما بين الجيش وما بين الدعم السريع. فما تكون وقود ليم يا جماعه، ما تكون وقود ليم خلاص، ما نكون وقود ليم. اي زول لاقاك بيقول لك ايوه يا اسماعيل زي ما قال اللهم جنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما ظهر، هذا الكلام خلاص. اي زول لقيته بدعو لانه السودان يقول لك خلي الخرطوم دي تتدكه والولايات دي تتدكه، اي زول بيقول لك كده ده ابعد عن المنطق بتاعه. ليه تتدكه؟ ليه تتدكه؟ الكلام ده لا يقوله برهان، لا يقوله حميدتي، ولا يقوله شمس الدين، ولا يقوله ناشط في لايف، ولا يقوله الناس ذاته في الونسه. تتدكى ليه؟ ما هو الجهاز العقلي والعصبي ده ما بيتبرمج، بيتبرمج على الكلمات اللي انت بتقولها جواك. اذا انت قرفان الوقت كله اي حاجه حتشوفها حولك قرف، اذا انت زهجان اي حاجه حتشوفها حولك تزهجك، اذا انت متكيف مبسوط بنعمه الله ماشي في الارض مطمئنا زي ده اي حاجه لو شينا بتشوفها سمحه.
ودي من نعم الله. لو انت في حاله بتاعت ذكر ولا ماسك لك عدد ولا ماسك لك استغفار ولا اي حاجه، انت ماشي في الشارع زي ده مطمئن في انت، انت بتشعر بالسعاده. اقلها لو ابتسمت في وجه زول، اقلها انك ماشي كافي الناس شرك خلاص. فيبقى انت ليه بتبحث عن اللي عن نيران؟ يعني انا كلامي ده لناس قال معك حامد من السعوديه، حياك الله حامد البكر، الله يكرمك يا اخي. السيد احمد السلام سمح، تسلم تسلم والله السلام سمح ان شاء الله، يعني كويس ان شاء الله السلام سمح كويس. لكن كده انا بسالكم كده سؤال الساده المتابعين، الناس اللي بيقولوا انه قدمت ودايره تكتم وخلاص والبلد دي حتتدكى، يا اخوانا ديل في رايكم انتوا دايرين للسودان خير؟ اللي بيطلع بالمنطق ده وهسي الان بيقول لك والله يا اخي اسمه شنو البلد دي خليها تتدكى، فهمت؟ اللي بيقول لك كده، انت في رايك انه داير خير للبلد دي؟ في رايك كده؟ في رايك زول زي ده هدفه شنو؟ بلد هي بتمر بفتره انتقاليه مخترقه استخباراتيا كويس، يعني انا ما عارف لكن مخترقه، بقينا مخترقين جدا، وبعد ما يجي مفتش عن هدم كل التماسك بتاع الجبهه الداخليه عشان تعرض بلدك بعد ده لحرب، عشان بعد ده ثاني لا تلم في اخو ولا حبيب ولا صديق ولا ام ولا اب ولا جار ولا هناي، عشان تاني انت في الفلاه تكون ماشي ما مطمئن، لو بخلل عتمر ولا برمال كردفان ولا لو بجنينات دارفور ولا كان مر بناري توتيل ولا كان مر بالنيل الازرق، فهمت؟ انت تاني ما بطمانينه. بيقول لي ديل مجار ماء وتجار حرب. تسلم والله كتر خيرك. في ناس هنا بتسالني بتقول لي طمئن على البلد، البلد بخير يا جماعه. الفكوا شائعات يا اخواننا، قالوا لكم انه في اشتباك، والصوره بتاعت الطياره دي 2008 دخلت خليل ابراهيم الخرطوم يوم السبت 10/5 كويس. اللقطه جايب لك فيها انه الخبر بتاع انه القياده اتقفلت واليات عسكريه ثقيله، اليات عسكريه ثقيله دي شنو؟ راجمات يعني؟ راجمات يا تكاتيوشا ولا يا تنوع ولا هارموني الزمان خلاص؟ اسلحه ثقيله دي شنو؟ من الجرانوف بنبدا الدوشكا هل انت شفت الدوشكات قدام القياده؟ الدوشكات طيب الاربيجيات برضو قاعده؟ طيب المدفعيه برضو قاعده؟ خلاص؟ ولا المدفعيه عبريات؟ كويس؟ يا جماعه عليكم الله، عليكم الله، اطمئنكم الاخوه كلكم سمعتوا الاخبار دي وتضررتوا منها، ربنا يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن علامات الزول الايجابي ومن علامات الزول داير لبلده يتقدم وداير للناس يتقدم بيكون ما بيطلق الاشاعات، ما بيطلق الاشاعات، يعني ما تطلق اشاعات مغرضه وتدعي معلومات ما صحيحه، فهمت؟ فده اللي بيحصل. المفتكر انه السودان الان فيه اشتباكات، ده زول قاعد يلعب بيك سياسه، ده زول قاعد يخدعك، ده زول مهيئ لك كتائب الكترونيه تيجي تعلق تأييد كلامه، ايوه كلامك صح كلامك صح كده، فهمت؟ نحن بنفتح لايفنا دينا منو؟ فهمت؟ منو؟ ما عندنا حاضر، بيعلقوا الناس اليوم القدام القاعدين، فهمت؟ الجداد على القدام بيجوا، فهمت؟ موجودين، لكن ده بيكون انه اسمه شنو؟ بيكون انه هنا. فانا الشيء ده اختصره واقوله انه اطمئنوا شبابنا خارج السودان خلاص. قال لي والله يا ود الضي اعصابنا في يدنا سبب الشائعات، وانا شنو؟ طيب تعليقات، وانا خارج السودان. اسماعيل الامير، اسماعيل الامير، وها يا اسماعيل شوف شوفوا يا اخواننا خلاص، ده واحد من الناس يا اخواننا، ده واحد من الناس اتضرر كويس، اتضرر من 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 الشائعه الليله، وانت ما عارف اصابت كم بالفزع كده. شباب اللايك المثبت المكتوب تابعونا على حساب تيك توك ده كده، يزول اضغط عليه لايك واضغط على الرابط ذاته بسرعه كده في ثواني بتتم خلاص، خش بتلقى الحساب، اعمل متابعه على الحساب في التيك توك وتعال، واذا ما تلقى لك اكتب في الحساب بتاعك في التيك توك في السيرش فوق في اللي هناك اكتب المعلق الرياضي احمد الضيب شعره بتلقاه ان شاء الله كويس، اعمل متابعه على الحساب واطلع على الموجود. الناس الشغل شباب لايكات شيرات كويس، انا ابدا اجاوب بعض الاسئله بسرعه كويس، لايكات شيرات، لكم التحيه والله يا جماعه كويس.
قال والله اي زول البلد دي دائرة البلد دي تكتم حغوط بس. قال وهو ما عارف يعني شنو حرب. والله فعلا يا سامي والله فعلا كويس. قال لي بلد ما محتاجة حرب. والله والله العظيم صدقت يا آدم صدقت تماما. قال اللهم اجعل كيدهم في نحرهم في اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفينا من شرهم. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. كويس كلنا نفوض امرنا الى الله ودائما وابدا. شوف انت ليكل الزمان يعني الله يبدأ يا شباب. لو واضح معاكم ورونا. لو واضح معاكم تماما ورونا كويس. لايك شير يا شباب لايك شير. في ناس بيقول لي دعوة خلاص. لايك شير لللايف يا جماعة كويس. الناس تعمل لايك تعمل مشاركات كويس. طيب لو مشينا بالمستوى ده نحن حنصل مرحلة اللا وجود خلاص إذا استمرينا. لكن إن شاء الله ما في استمرارية بالشكل ده يا إخوان خلاص. سلاما ربي سلام وأمانا يعني إن شاء الله أمان كويس. زي ما قلت خلاص يعني حكاية بتاعت اسم شنو الجوط الشغالة دي. والله يا جماعة السودان لسه كل يوم بيرفعوا له في الأسعار بيرفعوا له في الغاز خلاص يا أخي يا أخي. والله زي ما قلت بس نحن يعني نفزح إلى الله بالدعاء بس يعني نجأر إلى الله بالدعاء فهمت. يعني إحنا جد جد وصلنا مرحلة يعني أنت الشايع دي لما تجيك تكتيكيا كده ما تتعامل معها يتعامل معها زي الخبر العادي اللي أنت ما عارفه صح ولا غلط كويس. وحاول فتش مصدر إيات من وين خلاص. حاول فتش مصدر المعلومة دي إيات من وين كويس بتلقاه. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ما تعلق. مش لقيت شائعة ما تعلق. انت لما تعلق انت بتفتكر انه انت كده بتناو بتقول لك كلامك ده غلط وشنو ما تشتغل بالله خليه فهمت. ما تشتغل بالمنشورات خليها بالصور خليها. مش رفع قال لك الان في اشتباكات وفي شنو. اعرف انه ده شغل بتاع زول عجز عن انه يسوي حاجة. شاف نفسه انه هو ما مشارك في الحكومة الجاية اللي هو ده المؤتمر الوطني تحديدا كويس. يا هم دين الان شافوا نفسهم هم ما موجودين خلاص. فبقى حسادة يا فيا يا نطفية خلاص. ولا شنو يا شباب دي حسادة ولا ما حسادة. التمني للسودان ده خلاص كده وريني خلاص. قالوا والله شنو والله زي ما عارفين نصدق مين ولا مين. البلد دي تقول كافي ده شيطان من ليبيا. ليك كل التحايا وليك كل التحايا اخونا. والله يا اخي ان احنا بس ما خاطير الرحمن في قلوبنا كويس. ان احنا ما خاطير الرحمن في قلوبنا كويس. ان احنا اللي خاطين شبح الحروبات وشبح الدماء. وبينما انه خيارات السلام كويس يعني افضل. فيا اخواننا اطمئنوا تماما اطمئنوا تماما خلاص. ولايك شير لايك شير يا جماعة لايك شير. لايكاتكم ضعيفة شباب. اللايف ده ممكن يقطع كده او حتى بعد انتهي ممكن يقطع. فلايك شير بسرعة شباب. لايك شير يا ريت خلاص. دي حاجة. الحاجة الثانية اجهل اي خبر جاك عن موضوع غشوك به او انت ما متأكد منه ما تنشره وما تتعامل معه كجدية خلاص لغاية ما انك تتأكد بنفسك. دي الطريقة المثلى اللي تعامل بها الأيام دي. وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. واللايف ده يا ريت تنشروه على نطاق واسع. اعمل مشاركة فقط في جروبين ثلاثة خلاص واتساب وفيسبوك. التعليق المثبت بتاع تابعونا على حساب تيك توك يا ريت الناس تضغط عليها لايكات 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 خلاص. وتبطل الإساءة. في ناس جايبينهم من بر السودان الان وما عارف ليكوا ببطاحات وجايين يسووا وجايين يفعلوا وجايين يتركوا يعني عنصرية مطلقة. نحن نوقف العنصرية من خطاب اردول بيجي يجيك سياسي بيجي. نوقف العنصرية نوقف الجهل السياسي بيجي يجيك حسن اسماعيل بيجي. يعني انا ما اعرف حسن اسماعيل ده كله مع البشير فيهم ده. لا سمعناه ويبقى قدام مراجع عام ولا سمعنا عملوا له محاسبة ولا سمعناه يتحاسب مع النظام الفات كويس. بل بالعكس محمي كمان محمي فهمت. لذلك الان هو ذاته من الناس اللي بيأججوا الفتن. هو قاعد يحرض في برهان الزول ده. هو لاقي دعم من الاسلاميين الان بالمناسبه ومن المتعصبين والمتطرفين في اليسار. هو لاقي دعم من دين كويس. يعني الان حزم اسماعيل بيجيبوا لك دائما خلاص اشتم خلاص وينبز خلاص اشتم ينبز افتن خلاص افتن. ده مع ده الجيش مع الدعم الدعمي مع الجيش شغال زي ده
بجاي ياسر عرمان شغال جماعة ده وضع خطير جدا. ربنا يديكم العافية شباب، شكرا لكم كتير، لايك شير لللايف، وصلوا معنا الرسالة. الرابط ده بيدخلك التيك توك طوالي، اضغط على الرابط المثبت ده ودوس على متابعة بتلقى كل اللايفات ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا، وفي التيك توك ان شاء الله نلتقيكم. ها انتوا اللي بتشاهدوا ديل، انا دايركم في الحساب بتاعي في التيك توك، اكتبوا المعلق الرياضي احمد الضيب وشارة في التيك توك بتلقونا، اعمل متابعة طوالي للحساب. في انتوا اللي بتشاهدوا ديل انا محتاج لكم هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.